السؤال الأول، وضح موقف الإسلام من الشعر والشعراء، يعني شو نظرة الإسلام إلى الشعر والشعراء؟ موقف الإسلام من الشعر والشعراء فيما يتناول الشعراء من المعاني وليست في الشعر ذاته. يعني الإسلام نظر إلى الشعر كأفكار، يعني هذا الشعر عن أي فكرة بتحدث، شو الأفكار اللي بيحكي عنها، ما نظر إلى الشعر كشعر إنه هل هو جميل، هل كلماته جميلة، لا، إلى الأفكار. فقد حارب الإسلام الشعر الذي خرج على حدود تعاليمه، يعني الإسلام حارب أي شعر لا يتفق مع الدين الإسلامي، كالذي نظم في الفحش، الفحش يعني الأخلاق السيئة، وفي وصف النساء، وشرب الخمر، والكراهية القبلية، والنزاعات، والهجاء المقذع، الهجاء الفاحش. وفي المقابل شجع الشعراء الملتزمين بالإسلام وتعاليمه الذين يسخرون شعرهم لخدمة الدعوة الإسلامية والذود عنها، الذود عنها يعني الدفاع، ويدعون إلى القيم الحميدة. إذن الإسلام نظر إلى الشعر باتجاهين، حارب الشعر الذي يدعو إلى الأخلاق السيئة، الذي يدعو إلى المحاربة، الذي يدعو إلى القتال، الذي يدعو إلى ارتكاب المعاصي، لكن شجع الشعر الذي يدعو إلى الإسلام ويدافع عن الإسلام ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة. ما هي القضية في الشعر من وجهة النظر الإسلامي؟ يعني زي ما حكينا قبل شوي، يعني الإسلام شو القضية اللي بيهتم فيها في الشعر؟ فيما يتناول الشعراء من المعاني وليست في الشعر ذاته الذي هو أصلا فن من فنون الأدب. إذن الإسلام اهتمامه في الشعر في قضية الأفكار، عن إيش بحكي هذا الشعر، عن إيش بحكي. ما هو موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من الشعر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الشعر ويعلق على بعض الأبيات، يعني بنقدها، ويوجه أصحابها توجيهات تتلائم مع جوهر الدين الإسلامي ومبادئه السمحة. أيضا يوجه الشعراء أن يكون شعرهم متوافق مع الإسلام، متوافق مع مبادئ الإسلام. وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الشعر في الحياة العامة، وأثنى على شعراء الإسلام وقدر دورهم في التصدي للمشركين والذود عن المسلمين، وكان يشجعهم ويشد من أزرهم، وقال عنهم: هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل. يعني هؤلاء الشعراء هم أقوى وأشد من رمي السهام في الدفاع عن الإسلام. كيف حكم الإسلام على الشعر؟ نظر إليه أداة يجب أن تسخر لخدمة الرسالة الجديدة والدفاع عن الإسلام وإرساء تعاليمه ونشر قيم الفضيلة. إذن الإسلام نظر إلى الشعر كأداة للدفاع عن الإسلام، كأداة لنشر الأخلاق الفاضلة. اشرح الحديثين الآتيين في ضوء دراستك قضية موقف الإسلام من الشعر والشعراء. الحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل. الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. في الحديث الأول، هذا الحديث الأول يتضح من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الشعراء الذين يدافعون عن الإسلام في شعرهم، لأن شعرهم أشد على قريش من الرمي بالنبال، الرمي بالسهام، شرحناها قبل شوي. الحديث الثاني، إن من الشعر لحكمة، أي إن من الشعر كلاما صادقا مطابقا للحق، نافعا للناس، مانعا من السفه. السفه اللي هي الانحطاط وإعدام العقل، يعني إنه ما يكون في تفكير متزن، من السفه والضلال. إذن في هذا البيت الإسلام يرى إنه بعض الشعر مليء بالحكمة، هذا الشعر يعمل على
نفع الناس، يعمل على منع الناس من إغلاق العقل وعدم استخدام العقل. الآن أسئلة الكتاب: وضح موقف الإسلام من الشعر والشعراء. هذا الحكي أخذناه قبل شوي في السؤال 2. سؤال 2: اشرح الحديثين الآتيين في ضوء دراستك، نفس الحديثين اللي أخذناهم قبل شوي. هذا جوابه في السؤال رقم 5، في السؤال رقم 5. طيب الآن نيجي لنموذجين من نماذج شعراء الإسلام. أولا الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد عرف الشاعر حسان بن ثابت: هو أبو الوليد حسان بن ثابت ابن المنذر من قبيلة الخزرج، ولد في المدينة المنورة، وهو من الشعراء المخضرمين. شو يعني المخضرمين؟ اللي كانوا في الجاهلية وأسلموا، من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. توفي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان سنة 54 للهجرة رضي الله عنه. وضح كيف كان شعر حسان بن ثابت في الجاهلية، يعني حسان بن ثابت قبل الإسلام كيف كان شعره؟ لم يخرج على إطار عصره في أغراضه الشعرية التي تنوعت بين الفخر بقومه وهجاء خصومه والمدح، إضافة إلى الرثاء والوصف والغزل. يعني قبل الإسلام كان شعره مثل الشعراء البقية: فخر وهجاء وغزل ورثاء ووصف إلى آخره. هذا قبل الإسلام. وضح كيف كان شعر حسان بن ثابت في الإسلام، يعني بعد ما أسلم كيف أصبح شعره؟ هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجل شعره يعني معظم شعره في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ونشر تعاليم الإسلام ومدح المسلمين والتغني بانتصاراتهم ورثاء شهدائهم والرد على أعدائهم. فقد كان يهجو قريشا بالأيام التي هزموا فيها ويبين مثالبهم. مثالبهم يعني مساوئهم. مساوئهم. ما مناسبة الأبيات الآتية من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ هذه الأبيات: ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذلك الجزاء، إلى آخره. شو مناسبة هاي الأبيات؟ الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مناسبة الأبيات الآتية من شعر حسان بن ثابت؟ إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا، إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، إلى آخر الأبيات. شو مناسبة هذه الأبيات؟ يمدح فيها وفد بني تميم الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الوفود في السنة 9 للهجرة، لما قبيلة تميم جاءت للإسلام. ما مناسبة الأبيات الآتية من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوب وخلفا بعدهم يتأخروا، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتتي منهم ذو الجناحين جعفروا، إلى آخر الأبيات. شو المناسبة؟ رثاء شهداء مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم.